أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من دولة الإمارات العربية المتحدة. اخترنا لكم السيد حاتم البنا، مؤسس وصاحب شركة هاب كونسلتنت للاستشارات المالية والمحاسبية. بداية أسعد الله أوقاتك سيد حاتم. أهلا وسهلا بك، يا مرحبا بك، حياك الله. سيد حاتم، حابين في بداية برنامجنا نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك أكثر. نعم، حاتم البنا، أنا طبعا مصرفي، عندي خبرة مصرفية لمدة 20 سنة، كانت قبل لا أسس شركة هاب كونسلتنت، وفي نفس الوقت عندي شهادة الماجستير حصلت عليها من جامعة هيريت وات الاسكتلندية، وعندي شهادة السي ام اي بعد اللي هي الشهادة الأمريكية المعتمدة للإدارة المحاسبية. سيد حاتم، لو سألناك اليوم من أين جاءت الفكرة لتأسيس هاب كونسلتنت ومتى بدأ العمل بهذا المشروع؟ نعم، فكرة هاب كونسلتنت جاءت طبعا بعد ما شفت أن ما قاعد أقضي الوقت اللي أنا أريده مع الأولاد والعائلة، فقلت لازم نشتغل على شيء للحرية المالية، أنه يعطيني الحرية المالية. فجت فكرة هاب كونسلتنت على أساس أن نشتغل على الخبرة الموجودة عندنا في عالم المصارف والمحاسبة والمالية، فهذا المجال هو المجال اللي أنا أحبه واشتغلت فيه لفترة تقريبا 20 سنة في أكبر البنوك والمصارف في دولة الإمارات، فحبيت أني أطبق الخبرات العملية لبزنس خاص لإعطاء خدمات غير موجودة في هذا المجال في طرق مختلفة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة. جميل جدا. سيد حاتم، الخدمات التي تقدمها بشكل عام؟ نعم، احنا طال عمرك الخدمات اللي نقدمها خدمات محاسبية بالدرجة الأولى، فنعطي خدمات من الألف إلى الياء في مجال المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، زين، في طريقة مختلفة وطريقة إلكترونية طبعا. فعندك الفيجوال اكاونتينج، هذه دخلت في عالم المحاسبة من جديد لدولة الإمارات، فأحن من أول الشركات اللي طبقناها فعليا لخدمة الشركات الصغيرة. فالخدمات الثانية اللي قاعدين نقدمها هي خدمة التدقيق وخدمة تأسيس الشركات البزنس سيت ابس وغيرها من الخدمات التسويقية المختلفة. لو سألناك اليوم سيد حاتم، شو المميزات اللي تميز هاب كونسلتنت في ظل المنافسة الشديدة؟ نعم، من ضمن المميزات اللي تميزنا عن المنافسين نفس ما قلت لك اللي هو الفيجوال اكاونتينج، يعني تقدر تسوي الخدمات او تاخذ الخدمات المحاسبية عن بعد الكترونيا، هذا واحد. اثنين، نعطي للشركات او اصحاب الشركات خدمة خلال 24 ساعة يقدر ياخذ فيها المعلومات المحاسبية في اي وقت، نسوي لهم تدريب عملي على السيستمز الموجودة اللي قاعدين يستخدمها أساس أنهم يقدرون يستخدمونها بروحهم. طبعا فريق العمل المتواجد في هاب كونسلتنت جميعهم من المحاسبين المعتمدين من CPA وCMAs وACCAs، تمام، ونتكلم جميع اللغات طبعا. فالفريق مكون من العرب وعندنا اللغة الهندية يتكلمونها، يتكلمون اللغة الروسية والتركية والصينية. ففي هاي الطريقة يعني نقدر نخدم أكبر قدر أو أوسع شريحة في عامل الأعمال في دبي وأبوظبي والشارقة. ما شاء الله، جميل جدا. سيد حاتم، لو سألناك اليوم على الخطط المستقبلية لحضرتك والرؤية المستقبلية لتطوير الأعمال الخاصة بها كونسلتنت، وين بنشوفكم إن شاء الله في المستقبل؟ نعم، حاليا نحن الحمد لله قاعدين نكبر قاعدة العملاء في دبي والشارجة وأبوظبي، فمستقبلا إن شاء الله تعرف، لأن الحين حاليا كل شيء يعتمد على الإيكوميرس أو
الخدمات المحاسبية عن بعد، فنقدر في نفس الوقت حاليا نغطي دول الخليج والدول العربية، وإن شاء الله بنطلع للعالمية في أقرب وقت. وفي نفس الوقت قاعدين نشتغل الحين على تأسيس شركات جديدة، من ضمنها بيكون في شركات اللي هي الحين تقريبا بتطلع شركة أورجانيك أدج، هذه بتكون متخصصة طبعا في مجال المكملات الغذائية. زين، وعندك مثلا الحين بعد بيكون في شركة هاب كونسلتنتس للريل استيت اللي هي بتكون في الخدمات العقارية وغيرها من الشركات. فالفكرة انه بيكون في مجموعة شركات تدار من الشركة الأم، زين، اللي هي بتكون هاب كونسلتنت مستقبلا، وبندخل في مجالات مختلفة لأني يؤمن بالتنويع في مجال التجارة والعمل. ما شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق سيد حاتم، وإن شاء الله يا رب نشوف هاب كونسلتنت على مستوى العالمية، وإن شاء الله نشوف إن شاء الله فروعها وأيضا تنويع في مجالات العمل بهاب. سيد حاتم، اليوم احنا في دولة الامارات العربية المتحدة زي ما الكل بيعرف بتنعم بنعمة الامن والامان بفضل الله عز وجل، وايضا بفضل الادارة الحكيمة لدولة الامارات. طبعا. اليوم لو سألناك شو بيعني لك الامن والامان بدولة الامارات وايضا الدعم والتسهيلات المقدمة من قبل حكومة دولة الامارات؟ نعم، الحمد لله والشكر لله، يعني احنا في دولة الامارات من الدول المتقدمة على مستوى العالم في الأمن والأمان، وهذا سبب من الأسباب اللي يشجع معظم المستثمرين للمجيء لدولة الإمارات والاستثمار فيها، غير عن طبعا الخدمات المتاحة هنا من بنية تحتية ومن تسهيلات لفتح الأعمال وغيرها من خدمات لوجستية. وطبعا لو بغيت مثلا كشركة قادمة من خارج الدولة لو بغيت تفتح فرع، موجود في المناطق الحرة تسهيلات خيالية مو موجودة في أي مكان في العالم. غير عن هذا طبعا نفس ما قلت البنية التحتية واللوجستية الموجودة في الدولة. جميل جدا. طبعا سيد حاتم، هذا كله بفضل الله عز وجل وايضا بفضل الجهود الجباره اللي بيبذلها الشيوخ وحكام دوله الامارات. طبعا. كيف تحب تقدم لهم رساله شكر على هالجهود التي مبذوله يعني لتوفير هذه البيئه الامنه والخصبه للاستثمار؟ طبعا نفس ما تعرف يعني صعب انك تشكر الجهود الجباره هذه من بعد فضل رب العالمين. جهود شيوخنا طال عمرهم يعني قدموا لنا شيء لا يقدم في أي دولة في المنطقة أو في العالم، والحمد لله. فأود أني أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وصاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان، وجميع حكام دولة الإمارات على الجهود الجبارة اللي قاعدين يقدمونها للدولة وللمواطنين والمقيمين في هذه الدولة. جميل جدا سيد حاتم. اليوم ايضا قبل ما يدهمنا الوقت في هذا البرنامج حابين نعرف الساده المشاهدين على موقع هاب كونسلتنت بالتحديد اين في اماره دبي وكيفيه التواصل معكم. نعم، طبعا الموقع موجود في واحد دبي للسيليكون، فهذا من افضل الاماكن المناطق الحره في دبي معروفه. فحن في بنايه بارك افينيو في الطابق ال 11 في مكتب رقم 1106. فاللي حاب انه يشرفنا موجودين في اي وقت، نعطي استشارات مجانيه وحاضرين في اي وقت. واللي حاب انه ياخذ الخدمات الكترونيا يقدر يدخل على موقعنا الالكتروني اللي هو habconsultants.com، او الاتصال بنا في اي وقت. يا مرحبا بكم واهلا وسهلا فيكم في شركتكم. جميل جدا. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول لهاب كونسلتنت عن طريق الموقع الجغرافي، وأيضا ستظهر كيفية التواصل من أرقام الهواتف وأيضا مواقع السوشيال ميديا والويب سايت الخاص بهاب كونسلتنت أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد حاتم حابين نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال، وإن شاء الله نتمنى لقاءات أخرى في المستقبل.
حياكم الله وشكرا على المقابلة الجميلة. زين، وأتمنى لكم التوفيق ولدولة الإمارات التوفيق والمحافظة على المكتسبات في ظل اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العيد 50 إن شاء الله هذه السنة. وشكرا لكم وإن شاء الله نشوفكم على خير. شكرا مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.